أرحب أيضا بضيفي من مراكش الصحفي مرشد دراجي، وينضم إلينا أيضا من أربد أستاذ الجيولوجيا وعلم الزلازل الدكتور مصدوق التاج. أهلا بكم ضيفي إلى هذه الساعة. أبدأ معك سيد مرشد بالتساؤلات الآن حول أولوية المناطق المتضررة، ولا توجد حتى أعداد تقديرية للعالقين حتى هذه اللحظة. هل لديك أي معلومات أين وصلت جهود الإنقاذ في مراكش، حول مراكش، الحوز المغربي وتارودانت وغيرها أيضا من هذه المناطق؟ لا، مساء الخير، ودوري أجدد التعازي لكل عائلات الضحايا ومتمنين بالشفاء العاجل لكل المتضررين. طبعا تتواصل عملية الإنقاذ في مختلف أرجاء إقليم الحوز، كذلك على مستوى مدينة مراكش. نتحدث عن الحوز بالأساس لأنه هي المنطقة الأكثر تضررا، فيها مجموعة من الجماعات هنا وهناك، مجموعة من الدواوير تم تسجيل بها عدد كبير من الضحايا، وكذلك هناك بعض الدواوير في بعض الجماعات التي انهارت بشكل تام كلي، وما تزال هناك ضحايا تحت الأنقاض. يتواصل مسلسل البحث والإنقاذ عبر مختلف المتدخلين من قوات المسلحة الملكية التي سخرت الآليات الثقيلة لفك الطرقات للوصول إلى عدد من الضحايا، كذلك مصالح وزارة الصحة وبالتنسيق مع القوات المسلحة الملكية تم تخصيص مجموعة من الطائرات المروحية لنقل الضحايا، خصوصا في المناطق التي لا تصل إليها السيارات، علما بأنه الدمار ومخلفات الزلزال قطعت مجموعة من الطرق في انتظار أن يتم تحريرها من مخلفات الزلزال. طيب، مع دخول الآن الكارثة يومها الثاني، كيف يمكن أن نقيم الأوضاع هناك، أحوال المواطنين؟ أعداد كبيرة منهم باتت في العراء وما زالت هناك، أبرز الاحتياجات لهم وحجم التضامن الشعبي حتى هذه اللحظة؟ طبعا مؤكد أنه ليلة الثانية على التوالي مجموعة من المواطنين، لم أقول غالبية المواطنين، باتوا ليلتهم الثانية خارج المنازل، خصوصا من تضررت منازلهم أو تسبب لها الزلزال في بعض التصدعات والشقوق، أولا في انتظار المصالح الرسمية لتأكيد ما إن كانت هذه الدور قابلة مرة أخرى للإسكان أو تشكل خطرا على صحتهم، وبالتالي يجب إيجاد حلول أخرى. تسعى اللجنة الوزارية التي أمر جلالة الملك بتشكيلها في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة في أقرب الأوقات. كذلك بالنسبة للحاجيات، هم الأساسية والضرورية خصوصا في إقليم الحوز، هي الأغطية، الأفرشة، الخيام لإيواء الضحايا الذين فقدوا منازلهم، كذلك المواد الغذائية، وكل هذا في إضافة إلى الجهود الرسمية. هناك جهود عفوية من طرف مجموعة من المواطنين، مجموعة من فعاليات المجتمع المدني من مختلف المدن المغربية، عشرات الشاحنات يتم تجمعها هنا وهناك لنقل المساعدات الغذائية والألبسة والأفرشة، والتي بدأت منذ اليوم الثاني وتتواصل وستتواصل في الأيام المقبلة، لأنه عدد من النداءات التي نشاهدها على مختلف مصالح التواصل الاجتماعي بتنسيق مع السلطات المحلية بتنسيق مع المنتخبين لإيصال أكبر عدد ممكن من المساعدات، هذا إضافة إلى الحساب البنكي الذي تم تخصيصه لتلقي المساعدات من طرف المختلف الفرقاء، عدد من الهيئات الوطنية كنادي القضاة كجمعيات الإعلام قرروا التبرع بمبالغ مالية في ضخها في هذا الحساب البنكي مساعدة لمساعدة المحتاجين والمتضررين. سأعود إليك من جديد سيد مرشد، ولكن قبل أن أشرك معنا من جديد في هذا النقاش من إربد السيد مصدوق التاج. دكتور التاج، هذه المنطقة لم تشهد زلزال بقوة 6 درجات حتى على مقياس ريختر منذ العام 1900، إذا ما الذي حدث؟ كان هنالك زلازل بدرجات أقل، هزات بدرجات أقل، ومنذ البارحة الجميع يتساءل ما الذي حدث لتصل شدة وقوة الزلزال هذه المرة 7.2 درجات.
الله يعطيكم العافية، أهلا بك. وندعو للمصابين بالشفاء العاجل، والمتوفين ربنا يرحمهم ويغفر لهم. ما حدث على هذا الصدع، طبعا الزلزال بقوة كبيرة زي هاي، اللي بتحكم في قوته اللي هو طول الزلزال والعمق اللي صار فيه وخصائص الصخور ومقدار الإزاحة اللي صارت، هذا بيحدد قوة الزلزال. فيبدو أنه طول الصدع كان بطول مناسب، والعمق كان بطول مناسب، والأهم من ذلك الإجهادات المتراكمة. على الأقل الزلزال قبل كان زلزال أغادير، يعني قبل حوالي سنة 60، إحنا حوالي 60 سنة، هذا الصدع على عبر حوالي 60 سنة هو يجمع إجهادات أو ضغوطات أو قوى، والطول كان والعمق زائد الحركة اللي صارت، مقدار الحركة صارت أهل هذا الزلزال ليكون بقوة 7 ريختر. طيب سيد مصدوق، الآن ما بعد الزلزال هنالك تساؤلات عن أي صدوع تمزقت، وهنالك حتى بعض النظريات العلمية التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ويصعب التحقق منها. ما بعد هذا الزلزال، ما الواجب القيام به من مسوح جيولوجية، وما علاقة هذه المسوح حتى بتوقع الهزات الارتدادية المستمرة حتى هذه الساعات في هذه المنطقة؟ نعم، يمكن عمل مسوح أخرى، يمكن في إحدى الطرق اللي يمكن الكشف منها عن بسموها الصدوع المخفية سب سيرفيس فول أو هيدن فولز، يمكن أحد التقنيات المستخدمة اللي هي غاز الرادون، هذا بواسطة هاي التقنية يمكن مسح كل الصدوع الغير متكشفة على الأرض إذا كانت مخفية أو تحت الأرض. في تقنيات معينة إنه عبر هذا الغاز، عبر الصدوع أو الكسور الموجودة في الأرض، هذا الغاز يصل إلى الأرض، بالتالي إذا عملنا له ديتكشن، إذا حددناه، يمكن تحديد كل الصدوع اللي موجودة اللي وما أهمية هذه مش مكشوفة المعلومة على دكتور الصخرات. التاج، وأعتذر للمقاطعة، تحديد أي صدوع تمزقت، ما نعم، مدى أهمية هذه المعلومة خلال الساعات القادمة؟ نعم، يمكن إذا حددت الصدوع، بالتالي هل هي لها علاقة بالصدع الرئيسي ولا لا، بالتالي النشاط هل يمكن أن ينتقل إليها أم لا. فمهم جدا اي صدع مخفي مش موجود على سطح الارض، الصدوع اللي على السطح يمكن محدده وموجود، هل هي اكتف، هل هي نشطه ولا غير نشطه عبر تاريخ الزلزال السابق، لكن قد يكون هناك صدوع غير متكشفه او تحت السطح يمكن بهذه التقنيه الكشف عنها. سيد مرشد دراجي، ضيفي الصحفي من مراكش، اعود اليك. ضعنا في صوره حجم فرق الإنقاذ والمتطوعين حتى هذه اللحظة، والذين تنسق معهم حتى لجنة الهلال الأحمر المغربي والسلطات الصحية. ذكرت أنه منذ الساعات الأولى من وقوع الزلزال تعبأت مختلف الفرق بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، فرق الإنقاذ فتحت الطرقات التي تضررت جراء الزلزال بهدف الوصول للمناطق الأكثر تضررا، ثم جاء تدخل القوات المسلحة الملكية عبر معدات ثقيلة لفتح كل الطرق للوصول إلى المتضررين، كذلك تم وضع مروحيات طبية وعسكرية نعم. لتوظيفها. هذه الجهود الرسمية، ولكن علمنا أنه توجد أيضا أعداد كبيرة من المتطوعين في هذه المناطق سيد مرشد. نعم، هناك عدد كبير من المتطوعين الذين ألحقوا بهيئة الهلال الأحمر المغربي، كذلك جمعيات المجتمع المدني هي الأخرى بعين المكان معبأة تقدم يد العون المساعدة. هناك ذلك المواطنين السكان المحليون الذين نجوا من الحادث يسارعون، لأنهم هم أدرى بالساكنة في كل دوار، فمثلا يتعرفون على المفقودين من خلال وجود بعض الأقارب، ويعلمون مثلا كيف سيصلون إلى هذا الدوار أو إلى هذه الدار أو إلى هذا المسكن. فجهود المجتمع المدني، جهود الساكنة المحلية بتعطير من السلطات المحليه ومختلف المتدخلين تساعد شيئا ما في تسريع عمليه الانقاذ. الاشكال الذي يقع هو انه هنالك بعض الاماكن التي يصعب الوصول اليها، خاصه في بعض الدواوير التي ذكرت سلفا انها انهارت بشكل كلي، وبالتالي يصعب استعمال الآليات التقليدية للتعرف أو لإنقاذ الضحايا من تحت الأقل. لكن على العموم
هناك تسخير لمجموعه من الاليات، هناك طائرات بدون طيار حركه وضعت القوات المسلحه لتحديد مواقع المناطق المتضرره بهدف الوصول اليها، هناك تعبئه جماعيه من مختلف المتدخلين. اكيد انه الحدث ليس بالسهل، ليس بالهين، اول مره بعد حوالي 20 سنه من زلزال الحسيمه، حتى زلزال الحسيمه فقط كانت 600 من الضحايا، نحن اليوم تجاوزنا 2000 والرقم مرشح اكيد للارتفاع باعتبار ان منطقه الحوض عدد من الدواوير التي انهيرت كلها بشكل كلي، ما زال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض ولم يتم انتشالهم بعد لحصر العدد الحقيقي والحجم الحقيقي للخسائر البشريه. سأعود إليك سيد دراجي حول مسألة تقييم حتى المنازل وإعادة بناء هذه المنازل كما اعتاد سكان هذه المناطق دائما ما تتم بمواد محلية، ما مدى خطورة ذلك خلال الفترة القادمة؟ ولكن قبلا سيد مصدوق، أيضا ما مدى خطورة الهزات الارتدادية سواء كانت هزات قوية أو حتى البسيطة منها؟ طبعا بتخوف كثير الهزات الارتدادية، المساك الان ومباني تحملت اللي هو خلينا نقول القوه الكبرى للزلزال، زلزال قوه 7 يعني اثر كثير في المباني والهذا، فالان اللي ما انهارتش اي الان هزه بسيطه جدا يمكن تؤدي الى انهيارها، فالان فعلا الوضع يعني يحتاج الحذر والابتعاد عن كل المباني الغير منهاره او اللي يعني اساساتها ضعيفه. نعم. بس اذا سمحتي لي نقطه صغيره استدراكا للسؤال الاول، لو تحديد اي صدع غير مكفي غير الصدوع، في هناك طرق جيوفيزيائيه، طريق في الطريقه الجاذبيه، الطريقه المغناطيسيه، في طرق راداريه لتحديد كل صدوع النشطه التي قد تكون نشطه مرافقه للصدع الرئيسي، وقد هذا قد تكون مصدر مسبب للزلازل القادمه. اعتقد هاي يجب مسحها في هذه المناطق، عمل مسح زي ما حكيت جاذبي ومغناطيسي راداري في طرق اللي هو بسموها الزلزال الانعكاسيه والانكساريه، طرق كثيره جدا لتحديد جميع الصدوع الغير متكشفه على الصدع وتحديد مدى نشاطها. يمكن نشاطها غاز الراد مساعدني كثير، اذا في غاز الراد بيطلع معنا هذا الصدع بكسر، او طبعا عمل ريبيتيشن او عمل تكرار لغاز الراد سنه سنتين ثلاث راكبه، كل ما زاد غاز الراد معنا في تكسير عمال وحده في تحت سطح الارض، وهذا قد يكون مؤشر لزلزال قادم. طيب وبالعوده الى مساله الهزات الارتداديه والتي تمثل الخطوره فيها ان كانت هذه الهزات قويه او حتى بسيطه، هل هذا يعني انها قد تستمر الايام القادمه؟ يعني ما هو المدى الزمني للهزات الارتداديه ومن ثم يمكن لهؤلاء المواطنين ان يعودوا الى مناطقهم؟ نعم، من خبرات سابقة ومن زلازل سابقة، زلزال بقوة 7 ريختر هذا يعني سيحتاج يمكن لأسابيع أو يمكن لأشهر، والهزات الارتدادية تظل شغالة طبعا بس بوتيرة أقل. يعني كان مثلا هو ب7، الزلازل القادمة قد تكون بين 3 إلى 4 ريختر، لكن يعني الأمر غير مطمئن. كما لاحظت في زلزال تركيا حدث في شهر 2، احنا في شهر 9 الآن 7 شهور وما زال الزلازل شغالة، قد تحدث بين 3 بين 4 4.5 ريختر، ما زال يعني اعتقد ما زال الخطر قائم. سيد مرشد، ذكرت لنا قبل قليل ان هنالك عمليات تقييم للمنازل تقوم بها السلطات، هل توجد اي اتجاهات نفهم لاخلاء بعض المناطق تجاه مناطق امنه اكثر او مدن اكبر؟ الى حدود الساعه فيما يتعلق بمدينة مراكش مثلا، نعم، يوم أمس فقط ذكرت على أنه السلطات المحلية في بعض الأحياء خصوصا في منطقة المحاميد أمروا بعض السكان بإجلاء بعض العمارات السكنية إلى حين تحديد مدى خطورة الوضع، وهل الشقق رغم التشققات والتصدعات وإن كانت بسيطة حماية لسلامة وأرواح المواطنين؟ نعم، ولكن هم متواجدين بحسب ما علمنا في ساحات مراكش، ولكن هل يعتقد أنه سيتم إخلاؤهم إلى مدن أخرى خلال الساعات القادمة؟ لأنه حتى بعض الأخبار التي تنتشر في الداخل المغربي لا يمكن التأكد من مدى دقتها بالنسبة للمواطنين الذين هم الآن في حالة من الهلع ما زالوا. أنا ذكرت أنه فقط حين
هناك أمرين. الأمر الأول أن عدد من المواطنين قرروا أن يبيتوا ليلتهم الثانية في الشوارع وفي الساحات العمومية، ليس بسبب التصدعات أم الشهوق، لكن خوفا على سلامتهم، على اعتبار أن هناك ترددات زلزالية تتكرر بين الفينة والأخرى. وهنا أؤكد وأفتح قوس وأقول أن زلزال تركيا وما تلته من مشاهد مأساوية إلى غير ذلك هي التي تؤثر بشكل أساسي على عموم المواطنات والمواطنين، على اعتبار أن زلزال تركيا تكرر غير ممرة وحجم الخسائر لا زالت عالقة بأذهان كل المغاربة، وهذا له تأثير على نفسية المواطنات والمواطنين خصوصا في مدينة مراكش، لذلك قرروا أن يبيتوا ليلتهم الثانية. هذا من جانب. الجانب الثاني، الترددات التي الزلزالية التي تحدث بين الفينة والأخرى كذلك هي مبعث قلق لعموم المواطنات والمواطنين. هذا أمر. الأمر الثالث هو أن السلطات المحلية في كرد فعلي منها لتقييم حجم الخسائر المادية فيما يتعلق بالشقق السكنية، قرر في بعض المناطق في مدينة مراكش خصوصا منطقة الحميد إخلاء بعض العمارات، ليست كل، بعض العمارات القليلة، نظرا لوجود تصدعات وتشققات بها، إلى حين وصول لجنة علمية تقنية تقرر ما إن كانت هذه الدور قابلة للإسكان. القرار الذي ستتخذه اللجنة هو الذي سيبني ما القرار الآخر، هل سيتم ترحيل هذه العائلات إلى منطقة أخرى. كمثلا هناك حي داخل المدينة العتيقة جرى تنقيل المواطنين الذين تضرت مقر سكنهم إلى ملعب كرة القدم إلى حين إيجاد الحلول. هذا كذلك ينطبق على، يختلف كثير شيئا مع في منطقة الحوز. منطقة الحوز الآن فقط يستعين بالخيام، القوات المسلحة الملكية نصبت الخيام في مجموعة من المناطق لإيواء الضحايا الذي انهارت منازله بشكل كلي. نعم، شكرا جزيلا لك حتى هذه اللحظة على كل هذه المعلومات من مراكش الصحفي مرشد دراجي، وأيضا أشكر ضيفي من أربد أستاذ الجيولوجيا وعلم الزلازل الدكتور مصدوق التاج، شكرا لك.